ليس بنبي ولا ملك، ولا يمكن له أن يصنع المعجزات أو أمرا خارقا للعادة، ومع ذلك جميع البشر ينتظرونه، الرجل الصالح الملهم من الله عز وجل، الذي سيعيد الأمور إلى نصابها ويصلح ما أفسده النظام العالمي. هو وحده من سيضع الحروف على النقاط ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. ورد أن ملك الدنيا أربعة ملوك، كافران ومؤمنان، وسيملكها خامس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله. الإمام المهدي، كيف ستكون حال جزيرة العرب والعالم الإسلامي في وقته؟ وكيف سيبايع عند الركن والمقام؟ ومن سيحاربه بعد ظهوره؟ والبلاد التي سيفتحها بالترتيب؟ وهل سيستطيع أن يقضي على الدجال؟ أم أن هذا الدجال سيقضي عليه؟ كيف نميز بين الإمام الحقيقي وبين من يدعون المهدوية كذبا وجهلا؟ كل هذه المشاهد وأكثر سنتابعها معكم بطريقة ممتعة جدا ومبسطة. لكن قبل أن نبدأ، إذا كنت من هواة القصص الإسلامية فماذا تنتظر؟ انزل إلى أسفل الشاشة واضغط على زر الأحمر واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسانا من الإعجاب، نريد أن نحصل إلى 1000 إعجاب إن شاء الله بفضلكم وبفضل الله عز وجل، وشارك المقطع ليصل إلى الجميع. الشبان لحسنا وتقهقرا، فضغ العدو بأرضنا وتجبرا. وصلنا معكم بقصة النهاية، أن الدخان قد نزل على الأرض وأهلك أكثر من في الأرض، وبعد ذلك دعا جميع الناس بعد أن أجهدهم التعب والجوع أن يكشف عنهم هذا العذاب ويكونوا من المؤمنين، فرد عليهم الله عز وجل وقال: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. العالم الآن في فوضى، قطعت الطرق والمجاعة انتشرت بين الناس، والتجارات قد توقفت، وانتشر بين الناس الخوف والرعب والترقب، وجميعهم يسألون سؤالا واحدا: إلى أين المصير؟ لم يبقى على وجه الأرض إلا القليل، مات عدد كبير من الجبارين والفاسدين ومن الصالحين الذي اختارهم الله عز وجل. التكنولوجيا انتهت، وانتهى معها الحكومة العالمية الظالمة، ونظام الدجال الذي استمر في العقود يسوء الناس سوء العذاب، ويستبد الشعوب، ويثير الفوضى والقلق والفتن، ويتحكم بقوت الناس. وعن هذا المشهد قال الله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. حدث فراغ سياسي كبير، وبدأت تظهر كيانات جديدة صغيرة في العالم العربي والإسلامي، كل كيان يريد أن يتموضع في بقعة من الأرض تكون خاصة له ويبسط نفوذه عليها، ويختار له قائدا يحكم تلك البقعة. حتى ورد في الآثار أنه سيكون قبل البيعة قطع للتجارات، وقتل وهرب وتحزب القبائل قبل الحج ببضعة أشهر، كل حزب بما لديهم فرحون، منهم من يطمع بالسلطة والجاه، ومنهم من يطمع بالمال، ومنهم من يبحث عن لقمة عيشه، كما هو حال جميع الأزمان. وفي هذا الوقت بالتحديد يظهر رجل تقي مغمور صالح، لم يلبث الفتن ولم تلبسه أبدا، يظهر بين الحجاج إلى بيت الله الحرام. وقد ورد في الآثار أن هناك 7 علماء من الباحثين والمتخصصين في علم آخر الزمان يبحثون عنه ويعلمون أن هذا هو وقت ظهوره. العلماء 7 يعرفونه ويعرفون اسمه وصفته وطريقة بيعته وأين سيبايع. قد اجتمعوا في أفق شتى على ميعاد واحد، حتى قيل أنه يبايعهم لكل واحد منهم 300 رجل ينتظرون هذه البيعة. فإذا وصلوا إلى مكة لقي بعضهم بعضا وقالوا: ما جاء بكم؟ فيقولون: جئنا في طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن تهدأ الفتن على يديه وتفتح القسطنطينية، قد عرفناه باسمه واسم أبيه وأمه وحليته، أي أنه يعرفون شكله. فيتفقون 7 على ذلك، فيصيبون هذا الرجل بمكة
ويقولون له: أنت فلان ابن فلان، فيقول لهم: لا، إنما أنا رجل من الأنصار، حتى يفلت منهم فيهرب إلى المدينة. فيخبرون أهل الخبرة والمعرفة به، فيقولون: هو صاحبكم الذين تبحثون عنه. فيطلبونه في المدينة وقد لجأ فيها، ثم يقولون له: نحن عرفناك وأنت فلان، فيهرب منهم إلى مكة، وهناك يحدث الأمر العظيم، حتى إذا حاصروه في مكة يدفعونه بين الركن والمقام، وهناك المكان الذي قدره الله من الأزل قبل أن يخلق الخلق جميعهم. هنالك الوعد الذي وعد الله به عباده المؤمنين أنه سيجعلهم خلفاء الله في الأرض. هنالك اللحظات التي ينتظرها كل مسلم غيور يبحث عن نصرة دينه وإقامة الخلافة في أرض الله عز وجل. يقولون له عند الركن والمقام: امدد يدك حتى نبايعك، فدماؤنا بعنقك إن لم تبايع. فهنالك عسكر السفياني قد توجه إلينا: فامدد يدك نبايعك. فيجلس بين الركن والمقام ويبايعهم وهو كاره لهذه البيعة، لأنه يعرف قدر هذه البيعة ويعرف عظمها وأنها مسؤولية كبيرة جدا، وأنه لم يطمع إلى الملك ولم يطمع إلى المال أبدا. وقد ورد في أكثر من حديث أن وقت البيعة ينادي منادي من السماء: أن أميركم فلان، وتطلع كف تشير إليه. والراجح أن الصيحة يسمعها أغلب أهل الأرض، وعندئذ يحدث الأمر العظيم، ينتشر الخبر بين الناس حتى يصل إلى الشام، وهنالك يكون جيش قد تجهز من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تجهز وتحزب كما ذكرنا آنفا، وتهيأ للسيطرة على الحجاز وعلى مكة والمدينة ولقتل الرجل الذي ظهر فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجب إن أناسا من أمتي يأمون البيت لرجل بقريش حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. رواه مسلم. الجيش الشامي يخسف بأوسطهم، فينادي أولهم وآخرهم، فيخسف الله بهم جميعا، وهو قدر الله الذي يتدخل في الأوقات الحاسمة ليكون أمر الله حكم على كل الناس، ولا ينجو إلا الراعي الذي نظر إليهم. وقيل أيضا: لا ينجو إلا الرجل الشريد الذي كان بينهم يخبر عنه وهو من جهينة. وقد قيل عن ذلك: وعند جهينة الخبر اليقين، يموتون موتة واحدة ويبعثون مبعثا شتى، كل على نيته، من خرج لقتال الإمام والمسلمين وهو يطلب السلطة والدنيا يبعث على نيته ويحاسب عليها، ومن كان مكرها في هذا الجيش يبعث على نيته، ومن كان ابن السبيل كذلك يبعث على نيته. ورد في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيعوذ عائذ بمكة فيقتل، ثم يمكس الناس برهة من دهرهم، ثم يعوذ عائذ آخر، فإن أدركتموه فلا تغزونه فإنه جيش الخسف. يشير هذا الأثر أن من أدرك العائذ الأول وأطال الله في عمره سيدرك العائذ الثاني والجيش الذي سيخسف بهم والمتجهين إلى قتله. وقد وقع شطر الحديث بحذافيره في عام 1979 عندما اقتحم جهيمان العتيبي ونسيبه محمد بن عبد الله القحطاني ومعهم مجموعة من المسلحين، اقتحموا الحرم المكي وقضي عليهم واستحل بيت الله الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يستحل البيت إلا أهله، وإذا استحل البيت فلا تسأل عن هلكة العرب. وأباؤنا قد شهدوا هذه الحادثة، فنحن هل سنشهد بقية الحديث؟ وهل اقترب موعد ظهور العائد الثاني كما أخبر في الحديث الشريف؟ الله أعلم. للحديث بقية أعزائي المشاهدين، سنكمل معكم هذه القصص الرائعة والممتعة، وهي التي تقوي إيماننا وتبث في قلوبنا الطاقة الإيجابية التي ستجعلنا إن شاء الله من أنصار المسلمين والمهدي وعيسى عليه السلام في آخر الزمان. أحبابي الكرام، أتمنى منكم أن تدعموا المحتوى بالإعجاب والتعليق والمشاركة لنكمل في نشر هذه المحتويات المفيدة. كان معكم زاهر من قناة الوعي والمعرفة، وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإليك المزيد من الفيديوهات التي تخصك على قناة الوعي والمعرفة، لمتابعتها
ادخل القناة وتابع الفيديوهات التالية.